السلام عليكم. تكلمنا المرة الماضية عن الاي سي جي، عن النورمال اي سي جي، وكيف اقدر احول الالكتريكال اكتيفيتي ان ديفرنت بارتس اوف ذا هارت انتو فيكتورز، وكيف اعملها ترانزليشن لويفز تظهر على الاي سي جي باترن. وتكلمنا عن ال 12 ليد سيستم، وانه كل ليد بيكون له اكسس، وبقدر اعمل فيكتور اناليسيز لكل فيكتور في الديفرنت بارتس اوف ذا هارت على الديفرنت ليد سيستمز، وتظهر عندي ال 12 ليد اي سي جي باترنز. هلا من الجهاز رح يطلع معكم ورقه زي هيك، عليها ال اي سي جي باترن لل 12 ليد سيستمز، ليد 1 و2 و3 واليونيبولر ليمب ليدز، الاي في ار، الاي في ال، الاي في اف، والسكس تشيست ليدز V1 ل V6، بالاضافه ل ديفرنت انفورميشنز. هلا الورقه هي مقسمه الى مربعات كبيره جواها مربعات صغيره، رح نحكي عنها لكن بشكل اكبر. رسمتها هون، بدكم تعرفوا انه افقيا بيعبر عنا عن الوقت ان سكند، وعموديا بيعبر عنا عن الفولتج في الميلي فولت. هلا ايش معنى المربع الكبير وايش معنى المربع الصغير؟ بدكم تعرفوا انه هاي الورقه سرعتها لما تمشي على، يعني هي بتكون زي هيك، بس طبعا مرسوم عليها المربعات. نفترض هذا هو الجلفانوميتر نيدل، وبترسم لنا عندنا الاي سي جي باترن بهذا الاتجاه، والورقه بتتحرك هيك. هلا هاي الورقه سرعتها 300 بيج سكوير ان 1 مينت، او 25 مليمتر بير سكند. بناء على هدول المعلومتين في طريقة كالكوليشن من خلالها بنعرف انه كل مربع كبير هو عبارة عن 0.2 سكند. وبما انه كل مربع كبير مقسم افقيا لخمس مربعات، 1 2 3 4 5، فكل مربع صغير هو عبارة عن 0.04 سكند. هلا افقيا بيعبرنا عن الوقت، وبالتالي الوقت هو الديوريشن اوف الكتريكال اكتيفيتي ان ديفرنت بارتس اوف ذا هارت. عموديا بيعبرنا عن الفولتج، كل 10 مربعات صغيرة هي بتمثلنا 1 ميلي فولت، يعني كل مربع كبير واحد هو عبارة عن نص ميلي فولت. طبعا بدكم تعرفوا انه النيدل بتكون على الصفر اللي هي الايزو الكتريك بوينت، والابر من فوق اللي هو البوزيتيف دايركشن اللي هو بتظهر فيه الويفز اللي فيها ابورد ديفليكشن اوف ذا نيدل، هي هون نص، هون 1 ملي فولت. وداونورد بتكون عندنا النيجاتيف سايد، انه في عندنا داونورد ديفليكشن حسب اتجاه الفيكتور طبعا بيظهر معنا. هلا في هاي الورقه بهمني كثير اشياء. بداية رح نرجع نحكي شوي عن الويفز، فيها ويفز وفيها سيجمنتس وفيها انترفلز بالنسبة للاي سي جي باترن. هلا الويفز صرتوا تعرفوا هم البي ويف، هون بي ويف، كيو، ار، اس، وتي. البي ويف هي بتمثل الاتريال ديبولاريزيشن، الكيو ار اس بنسميه كيو ار اس كومبلكس وهو بيمثل الفنتريكولار ديبولاريزيشن، وصرتوا تعرفوا انه الكيو هي عبارة عن السبتال ديبولاريزيشن، والار اللي هي الميجر فنتريكولار ديبولاريزيشن، والاس هي البيزل ديبولاريزيشن، والتي ويف بتمثلنا الفنتريكولار ريبولاريزيشن. بينما عملية الريبولاريزيشن في اتريا بتكون هيدن within the QRS complex، ليه؟ لانه هون سترونجر ويفز. هلا بين البي ويف والكيو ار اس كومبلكس، وبين الكيو ار اس كومبلكس وفي والتي ويف، في عنا ايزو الكتريك لاينز، لاحظوا انها مستقيمه ما في لا ابورد ولا داونورد ديفليكشن، هدول بنسميهم سيجمنت. في عنا تو سيجمنت، بي ار سيجمنت اللي هو بين نهايه البي ويف وبدايه الكيو ار اس كومبلكس، والاس تي سيجمنت هو بين الاس ويف والتي، بدايه التي ويف. لعنا البي ار سيجمنت هي بتمثل من نهاية البي ويف لبداية الكيو ار اس كومبلكس، وبتعبرنا انه الفنتريكلز ار كومبليتلي ديبولارايزد. ما انهم كومبليتلي ديبولارايزد يعني ما في فرق في الشحنة بين اجزاء الاتريا،
بالتالي ما في عنا فيكتور، والنيدل للجلفانوميتر رح ترجع على الصفر، وهي كمان الفترة اللي بتنتقل من خلالها السيجنال من خلال الاتريو فنتريكولار نود، وحكينا هي ما بتظهر معنا بالاي سي جي باترن لانه حجمها كثير صغير. الاس تي سيجمنت من نهاية الـ QRS كومبلكس لبداية الـ T ويف، وهي كمان ايزو الكتريك لاين بتكون فيه الفنتريكلز ار كومبليتلي دي بولارايز، وهي هون بتكون عندنا مرحلة البلاتو فيز، انه في عندنا كونتراكشن في الفنتريكلز، وبالتالي كل البلد اللي داخل الفنتريكلز عم بتروح للفاسكولار سيستم. بضل عندنا الانترفلز، الانترفلز عندنا بي ار انترفال وكيو تي انترفال وار ار انترفال. بي ار انترفال في البدايه هي من بدايه البي ويف لبدايه الكيو ار اس كومبلكس، فهي بتعبر عن الالكتريكال اكتيفيتي وذين ذا اتريا. الكيو تي من بدايه الكيو ار اس كومبلكس لنهايه التي ويف، فهي بتعبر عن الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا فينتريكل اوفر فينتريكلز، يعني من ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن. هلا في عندنا الار ار انترفال اللي هي من ار من الار ويف للنكست ار ويف، كم المسافه بينهم، وهي بتساعدني في حساب الهارت ريت. هلا انا حتى اقدر اعبر عن الاي سي جي لازم يكون اقدر منه احصل على معلومات. بدايه لازم يكون عندي اسم البيشنت، لازم يكون عندي عمر البيشنت والجندر والتايم والديت، يعني كم الوقت والتاريخ، هذول معلومات ديموغرافيك داتا بنقدر نعتبرهم. لازم يكون في عندي ريذم، في ساينس ريذم في الاي سي جي باترن، يعني كل بي ويف بعدها كيو ار اس كومبلكس، وهل هو ريجولر ولا الريجولر، يعني المسافات بين الار والار ويفز هل هي ثابته ولا بتتغير، في عندي ريجولر باترن ولا الريجولر باترن. بعد ما نلاحظ الساينس ريذم انه هل ريجولر ولا الريجولر انترفلز بين الار ويفز، بدنا نحسب الريت، وبيطلع معنا في الجهاز بس لازم تكونوا عارفين كيف بينحسب. الريت نقدر نحسبه بطريقتين. هلا المسافه بين الار والار حكينا كل مربع كبير هو عبارة عن 0.2 سكند، فمثلا هون ناخذ مثال انه كم في مربع كبير بين الار والار، 1 2 3 3 صغار و2 هيك بصيروا 4 كبار، يعني 0.8 وفي شوي زيادة، لنفترض انه طلع معنا 0.83 سكند المسافة بين كل ار وار، ار ويف وار ويف. هلا انا بدي الهارت ريت اللي هو كم في عندي بيت بير مينت، بالتالي بقدر احسبها بسهولة، المينت 60 ثانية، اني اقسم 60 على الديوريشن بين الار والار اللي هي هون عنا 0.83 وبطلع لي الهارت ريت. او ممكن طريقة حسابية ثانية بتعتمد على الفكرة اللي حكيناها في الاول، انه سرعة البيبر على الاي سي جي ماشين بتكون 300 بيج سكوير بير مينت، وعلى معلومة انه في عندنا 25 مليمتر بير سكند سرعة البيبر. فبتطبيق القاعدة بنسميها 300، بدنا نقسم 300 على عدد البيج سكويرز بين الار ديورينج ذا ار ار انترفال، يعني بين الار والار. فهون في عندنا طريقتين، يا بنقسم 60 على التايم ان سكند بين الار ويف والار ويف، او بنقسم 300 على النمبر اوف بيج سكويرز بتوين ذا ار ويف اند ذا نيكست ار ويف. هلا بالاضافه ل حكينا الديموغرافيك داتا وحكينا الساينس ريذم والريت الهارت ريت لازم اطلع عليه واحسبه من خلال الاي سي جي بيبر اللي عندنا، بدنا نطلع كمان ثلاث اشياء اللي هو الاكسس، بهمنا الاكسس وبهمنا الديوريشن وبهمنا الفولتج. ايش معنى هدول؟ هلا الاكسس بيعبر لي عن هل الويف عندي في البوزيتيف دايركشن ولا بالنيجاتيف دايركشن، حسب انا بقرا اي الفيجر لاي ليد سيستم، لان حكينا المره الماضيه في عندنا ليدز بتظهر الاي سي جي باترن عليها بالاتجاه البوزيتيف، في منهم بتكون انفيرتد وعملنا فسرنا ليش بصير هيك.
هلا هذا بالنسبة للاكسس، ورح ناخد اليوم ابنورماليتيز عليه. الديوريشن، الديوريشن يعني كم مدة كل ويف وكل سيجمنت وكل انترفال، يعني نطلع على الاكسس تبع التايم، هل هو مثلا هيك ولا المدة صارت اطول. هذا بالنسبة للديوريشن. الفولتج بلاحظها من خلال الارتفاع، ترى هون اكيد الار ويف اكثر ايش ارتفاعها لان هي بالفنتريكلز، والفنتريكلز حجم المصل كثير اكبر من الاتريا مثلا. فهذا فاحنا بهمنا الاكسس هل هو بالبوزيتيف ولا النيجاتيف دايركشن، والديوريشن على كم مربع بتمتد عندي كل ويف وكل انترفال وكل سيجمنت، والفولتج كم ارتفاع كل ويف عندي عن الايزوإلكتريك بوينت، وهل هو بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف دايركشن. هلا قبل ما نبلش بالابنورماليتيز للاي سي جي باترن، رح نرجع نحكي شوي عن الليدز. تذكروا ال 12 ليد سيستم اللي هو ستاندرد باي بولر ليمب ليد، اللي هم ليد 1 و 2 و 3، والاوجمانتد يوني بولر ليمب ليدز اللي هو اي في ار واي في ال واي في اف، وعندنا تشيست ليدز من في 1 لفي 6. هلا بتتذكروا انه ليد 1 هو جاي بالاتجاه الافقي وزاويته بنعتبرها صفر، طبعا الزوايا هون عاملينها كلوك وايز مع عقارب الساعة مش بالعكس زي ما انتم بتعرفوها. وليد 2 اللي هو جاي بزاوية 60، وليد 3 جاي بزاوية 120، والـ AVR جاي بزاوية 210 اتجاه هيك، والـ AVL جاي بزاوية سالب 30 لأنه أبعد من الصفر بالاتجاه المعاكس، والـ AVF جاي عمودي. طبعا احنا الهارت اكسس نعتبره الافريج او كمين في الفنتريكلز نعتبره تقريبا 59، يعني بيكون بهذا الاتجاه، هنرسمه هيك انه هيك بيكون، فهو جاي تقريبا باتجاه الليد 2، فبنقدر نحكي انه ليد 2 هو الهيرو ليد لانه جاي تقريبا بالاتجاه الفيكتورز للهارت. هلا بالنسبة للفيكتور اناليسيس، هلا بافتراض عندنا الفنتريكولر اكس الليد، هلا هاي الليد اكسس ليش حكينا انه ما بناخذ ليد واحد وخلص بنقيم وضع الهارت عليه؟ لانه كل اكسس كانه بياخذ لنا بيكتشر عن الهارت من الاتجاه البوزيتيف لإله. فمثلا عندنا ليد 1 وليد الاي في ال وليد 2 كأنهم بينظروا للهارت من جهة الليفت لترال، يعني هون بدك تتخيل انه في مثلا عين او كاميرا بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه، فهو على الليفت لترال سايد. بينما عندكم الـ AVF والليد 3 كأنهم بينظروا للهارت من جهة inferior من تحت هون، طبعا الاتجاه البوزيتيف هو اللي بياخد لنا البيكتشر. الليد AVR جاي تقريبا بالرايت اتريام سايد. وبالنسبة للتشست ليدز، يعني لو نرسم مثلا الهارت هيك، ال V1 وال V2 جاي بمنطقة الرايت فنتريكل، ال V3 وال V4 جاي بمنطقة السبتم وال anterior wall of left ventricle، وال V5 و6 جاي من ال anterior واللاترال wall of left ventricle برضو V5 وفي 6، فهيك بيعطيني كومبليت بيكتشر عن الهارت باستخدام ال 12 ليد سيستم. هلا انا بدي اعمل بفيدوني اني اعمل فيكتوريال اناليسيس. هلا حكينا المين الكتريكال اكسس اوف فنتريكلز تقريبا 59 ديجري، فحتى نقدر نرسم اكثر من رسمه على نفس الدائره هاي، تقريبا 59. كيف بدي اعمل فيكتوريال اناليسيس؟ مثلا المتجه هيك، ناخذ عندنا البيربنديكولار اكسس من المتجه اللي عندي على كل فيكتور، على كل ليد اكسس. مثلا هون على ليد 1، اذا اتجاه المتجه لليد 1 ظاهر هيك هيك، فهذا طول المتجه بيعبر لي عن الفولتج، واتجاه المتجه هون لاحظوا باتجاه البوزيتيف لليد 1، فهو رح يكون ابورد ديفليكشن لفوق بالنسبه للاي سي جي باتر. هلا هذا المتجه على ليد 2 لو بدي اعمل له اسقاط عمودي كمان رح يكون هيك، لاحظوا طول المتجه رح يكون اكبر، بالتالي الفولتج بيظهر عندي بليد 2 اعلى. لو بدي اعمله على ليد 3
بدي اخد كمان اسقاط عمودي هيك، يعني رح يكون هيك. لاحظوا اعلى اشي هو الفولتج بليد 2 لانه هو جاي باتجاه الالكتريكال اكسس اوف فنتريكلز، وهون تنطبق قاعدة الانثوفين تريانجل انه مجموع الالكتريكال بوتنشيال على ليد 1 وليد 3 يساوي البوتنشيال على ليد 2. ونفس الاشي بالنسبة للاي في ال والاي في اف والاي في ار، مثلا الاسقاط العمودي هيك يكون، لاحظوا رح يكون كثير صغير على الاي في ال، على الاي في اف اكبر، بينما على الاي في ار رح يكون بالاتجاه السالب. عشان هيك حكينا احنا في الاي في ار هو الوحيد اللي بتكون فيه الكيو ار اس كومبلكس انفيرتد، معكوسة بالاتجاه السالب، كله ناتج عن الفيكتوريال اناليسيس بهاي الطريقة. هلا حكينا المين الكتريكال اكسس اوف ذا فنتريكلز تقريبا 59 ديجريز. هلا هذا الاكسس ممكن يتحرك ب ويكون نورمال ويصير فاريشن، ممكن يصير 20 وممكن يزيد ل 100 ونعتبره نورمال بسبب اختلاف وفاريشنز في توزيع البركنجي فايبرز والماسكوليتشر اتسلف اوف ديفرنت هارتس. لكن لما تصير الزاويه عندنا اقل من 20، يعني يصير عندنا هون بنسميه ليفت اكسس ديفيشن، او تصير اكثر من 100 اللي بنسميها رايت اكسس ديفيشن، بيكون في عندنا ابنورماليتيز. امثله على هاي الابنورماليتيز اللي بتعمل لي ليفت ورايت اكسس ديفيشن هي الهايبرتروفي والبندل برانش بلوك. فهون اول شيء رح نحكي عنه هو اختلاف الاكسس، الهايبرتروفي والبندل برانش بلوك. هلا بالنسبة للهايبرتروفي، هلا بتعرفوا انه الديبولارايز في عنا ليفت فنتريكل ورايت فنتريكل بيصير لهم بينتقل فيهم الالكتريكال كرنت سيميولتانيسلي، يعني بنفس الوقت، وبالتالي بتصير عملية الديبولارايزيشن فيهم بنفس الوقت، وبيعطينا المين كيو ار اس كومبلكس فيكتور اللي هو بزاوية 59. هلا لنفترض لما يكون في عنا هايبرتروفي بواحد من هدول الفنتريكل، يا الليفت يا الرايت، كمية المصل في الفنتريكل اللي صار فيه هايبرتروفي رح تكون اكبر. كل ما كانت كمية المصل اكبر معناها الفيكتور رح يكون اطول. هلا الفيكتور اطول ناتج عن جينيريشن اوف الكتريكال بوتنشيال اكثر في الهايبرتروفويد فنتريكل. وكمان اشي ثاني بيصير انه عملية الديبولاريزيشن في الفنتريكل اللي صار فيه هايبرتروفي رح تاخد وقت اطول، بينما النورمال فينتريكل عمليه الديبولاريزيشن فيه رح تكون اسرع لانه كميه المصل فيه اقل، بالتالي هو رح يصير مور الكترونيجاتيف. الجزء مثلا اذا كانت هايبرتروفي في الشمال في الليفت، الرايت رح يكون نورمال، وبالتالي هو رح يصير مور الكترونيجاتيف بالنسبه للليفت، وبالتالي الفيكتور رح يصير فيه ليفت اكسس ديفيشن، رح يتحرك بالاتجاه اليسار ويصير عنا بالاتجاه السالب. هلا نحكي عنهم واحد واحد. هلا نبلش بالليفت اكسس ديفيشن الناتج عن الهايبرتروفي في الليفت فنتريكل. حكينا الليفت فنتريكل صار فيه هايبرتروفي يعني مور مسل، الديبولاريزيشن لسه مستمر فيه، بينما الرايت فنتريكل صار مور الكترونيجاتيف، بالتالي الفنتريكل الاكسس الاكسس لا على الستاندرد باي بولر ليمب بليد رح يصير فيه ليفت اكسس ديفيشن. لاحظوا هاي الليفت اكسس ديفيشن، لو احلل هذا المتجه على الليدز رح يؤدي لفاريشن بالاي سي جي باترن على ليد 1 و 2 و 3. باخذ طبعا بيربنديكولار لاين على ليد 1 ولاحظوا كم قيمته، على ليد 3 صار بالاتجاه السالب، وهون الكيو ار اس كومبلكس انعكست عندي. على ليد 2 هم مش مرسوم بهاي الرسمه، رح يكون اقل، مع انه انا المفترض عندي المجموع البوتنشيال بالوضع النورمال انه على ليد 3 1 يساوي ليد 2، فهون في عندي ابنورماليتي، الكيو ار اس كومبلكس صار عندي بوزيتيف على ليد 1 ونيجاتيف على ليد 2. هلا ايش ممكن يعمل عندي هايبرتروفي في الليفت فنتريكل؟ احد الاسباب الهايبرتنشن يعني هاي ارتيريال بلد بريشر، بالتالي في عندنا ارتفاع في الضغط في الارتيريال سيستم، وكمبنسيشن الليفت فنتريكل رح يصير فيه هايبرتروفي
in order to pump blood against the elevated systemic arterial pressure، يعني حتى يقدر يضخ الدم باتجاه الـ vascular system اللي هو صار فيه ارتفاع في الـ blood pressure. سبب آخر للهايبرتروفي في الليفت فينتريكل واللي بتعمل لي ليفت اكسس ديفيشن هي اورتيك فالفولار ستينوسيس واورتيك فالفولار ريجورجيتيشن. يعني بتعرف انه الليفت فينتريكل بده يضخ الدم ويطلع عبر الاورتيك فالف، فلما يكون في عندي مثلا ستينوسيس في الاورتيك فالف يعني صارت الريزيستنت عاليه، ريزيستنس عاليه، بالتالي لازم يضخ بقوه اكبر الفنتريكل، فراح يصير فيه هايبر اتروفيك كومبنسيشن وهذا بيعمل لي ليفت اكس ديفيجن. هلا بالنسبه للهايبرتروفي في الرايت فنتريكل، ايش ممكن يعملنا هايبرتروفي في الرايت فنتريكل؟ كونجينيتال بولمونري فالف ستينوسيس، وفي عندنا اذر كونجينيتال هارت كونديشنز. بدها تصير الاتجاه المتجه يبطل 59 بده يروح على جهه اليمين، ممكن يوصل لحد 170. لو اجي اعمل تحليل لهذا المتجه على ليد 1، لاحظوا تحليل المتجه بيكون بالاتجاه السالب وقيمته كثير عاليه. فلاحظوا هون برسمة على الرسمة على الليد 1 ال QRS complex inverted صار بالاتجاه السالب وارتفاعه كثير طويل اللي هو بيعبر لي عن طول المتجه. لو اعمل له تحليل على ليد 3 رح يصير اقصر لكن لسه في البوزيتيف دايركشن. على ليد 2 لو تجربوها وترسموا الليد 2 وتعملوا اسقاط عمودي رح يكون برضو بالاتجاه السالب وما بتنطبق قاعدة انسوفين تريانجل. فهيك خلصنا الهايبرتروفي في الليفت والرايت فنتريكل وعملوا لي ليفت ورايت اكسس ديفيشن. هلا السبب الثاني اللي ممكن يعملنا اكسس ديفيشن هو البندل برانش بلوك. ليش بيعملنا اكسس ديفيشن؟ هلا بتعرفوا انه الفنتريكلز توزيع الباركنجي فايبرز على التو فنتريكلز ليفت تو رايت، وبالتالي بتنتقل عند الكارديك امبلس للتو فنتريكلز بنفس الوقت. لنفترض في عندنا بندل برانش بلوك ليفت او الرايت، بالتالي سرعه انتقال السيجنال في الجزء اللي صار فيه بلوك رح تكون أبطأ من الجزء اللي بعده نورمال، يعني لسه البركنجي فايبرز شغالة نورمال. بالتالي رح يصير الجزء النورمال مور إلكترونيجاتيف بالنسبة للجزء اللي صار فيه بندل برانش بلوك، وبالتالي بيصير عندنا أكسس ديفيشن باتجاه اللي صار فيه بندل برانش بلوك. نحكي عنهم يمين وشمال بتكون أوضح. هلأ في حال عندنا ليفت بندل برانش بلوك، يعني ما في عنا باركنجي فايبرز بالاتجاه الشمال، وبالتالي سرعة الديبولاريزيشن في الليفت فنتريكل رح تكون أقل من الرايت فنتريكل، يعني الرايت فنتريكل رح يصير إلكترونيجاتيف وراز الليفت فنتريكل لسه بوزيتيف لأنه قاعد بيصير له ديبولاريزيشن لأنه عملية الديبولاريزيشن فيه بطيء. بالتالي اتجاه المتجه رح يبطل 59 ويصير ليفت اكسس ديفيشن ويصير بهذا الاتجاه اللي هو بنسميه ليفت اكسس ديفيشن. لو بدي اجي اعمل تحليل للمتجه على ليد 1 لسه بوزيتيف، على ليد 3 لاحظوا انها صارت بالاتجاه النيجاتيف للكيو ار اس كومبلكس، وليد 2 اللي هو المفترض اعلى فولتج فيه صارت كثير قليله، يعني ما بتنطبق قاعده انثوفن تريانجل. ولاحظوا كمان انه بما انه عندنا الباركنجي فاي الليفت بندل برانش صار فيه بلوك، بالتالي السيجنال او الالكتريكال امبلس رح تنتقل عن طريق المصل والسرعه عبر المصل اقل من السرعه عبر الباركنجي فايبرز، فهذا بده ياثر على ايش؟ على ديوريشن، يعني الكيو ار اس كومبلكس مدته رح تكون اطول. نفترض يعني كان طبيعي هالقد بوجود عندنا البلوك بالبندل برانش رح تصير الديوريشن اوف كيو ار اس كومبلكس اطول، فهون بياثر على الاكسس وبياثر عندنا على الديوريشن. هلا بالنسبه للرايت بندل برانش بلوك، لما يكون في عندنا بلوك بالرايت بندل برانش بالتالي عمليه الديبولاريزيشن في الرايت فنتريكل رح تاخذ وقت اطول، بينما الليفت فنتريكل لسه نورمال بالتالي هو رح يصير مور الكترونيجاتيف بالنسبه للرايت فنتريكل، وهذا بيؤدي ل اكسس ديفيشن بالاتجاه اليمين رايت اكسس ديفيشن. لاحظوا وصلت مثلا هون 105. لو اعمل فيكتوريال اناليسيز على ليد 1 لاحظوا صار الاتجاه المتجه بالاتجاه السالب، وعلى الاي سي جي لاحظوا الكيو ار اس كومبلكس ارتفاعها صغير لانه المتجه المركب اللي على الليد 1 اكسس ارتفاع طولها صغير وهي بالاتجاه السالب، فالكيو ار اس كومبلكس انفيرتد بالاتجاه اللي تحت، بينما على ليد 3
لاحظوا هو تقريبا باتجاه المتجه اللي صار عندنا، بالتالي رح يكون له اكثر ارتفاع هون، وهو بعده بالاتجاه البوزيتيف. هلا الابنورماليتي الثانيه رح نحكي عنها لها علاقه بالفولتج. الفولتج يا بتزيد يا بتقل. هلا النورمال فولتج بنعتبر انه الفولتج في الثري ستاندرد باي بولر لمبليت انها نورمال. طبعا بنقيسها كيف؟ انه من الار ويف لعند الاس ويف، وهي بتتراوح بين 0.5 ل 2 ميلي فولت. والليد 3 بيمثلنا اقل فولتج، والليد 2 بيعطينا دائما اعلى فولتج بالوضع الطبيعي. هلا هاي الفولتج ممكن انها تزيد. متى بنعتبرها انه زياده؟ انه مجموع الفولتج في ال 3 ستاندرد باي بولر لمبليت اعلى من 4 ملي فولت. يعني باجي بحسب المسافه بين الار والاس على ليد 1 وعلى ليد 2 وعلى ليد 3 وبجمعهم. اذا كانت اكثر من 4 ملي فولت معناته انا عندي زياده بالفولتج. زيادة بالفولتج ناتجة من انه كمية الكرنت او الالكتريكال امبلس في الهارت اكثر، وهذا رح يعطيني فيكتور طوله اطول. يعني على الاي سي جي رح يعطيني ارتفاع اكبر بين الار والاس. ايش سبب ممكن يعمل لي زيادة في الفولتج؟ هايبرتروفي اوف ذا مصل. لما يكون في عندنا هايبرتروفي يعني كمية المصل اكبر، وبالتالي كمية الالكتريكال كارنت اللي راح تتكون أكبر. مثال عليها مثلا هون اللي هي هايبرتروفي، هدول الفيجرز هايبرتروفي في الليفت في الرايت فينتريكل، في الرايت فينتريكل. لاحظوا المسافة بين الار والاس ويف والار والاس ويف والار والاس، لو أجمعهم بيطلعوا أكثر من 4 ميلي فولت. لأن الهايبرتروفي بتعطينا زيادة في الفولتج. هلا بالنسبة لانخفاض الفولتج، بتقل الفولتج إذا كان في عندنا انخفاض في المصل ماس. إيش ممكن يعمل الانخفاض؟ مايوكارديال انفاركشن، يعني كارديو مايوباثيز. لما يكون في عندنا مايوكارديال انفاركشن يعني جزء من العضلة بطل شغال، بالتالي الالكتريكال امبلس رح تصير أقل، ورح يعطيني لو فولتج على الليمب ليدز، وكمان رح يعطيني slowness of conduction، بالتالي رح يصير في عنا long duration لل QRS complex. غير انخفاض المصل ماس في عنا conditions surround the heart، يعني ممكن مشاكل حول القلب مثلا في البريكارديوم في البلورا، ممكن تكون في هناك abnormalities تؤدي إلى low voltage على ال ECG pattern مثلا pericardial effusion pleural effusion. في حال الانفيسيما كمان بيؤدي إلى انخفاض الفولتج وفي QRS complex على standard bipolar limb bleeds. هلا النوع الثالث من الابنورماليتيز اللي رح نحكي عنه له علاقة بالديوريشن. رح نحكي عن البرولونجيشن اوف ذا كيو ار اس كومبلكس. نورمالي الكيو ار اس كومبلكس على الليمب بليد مدته من 0.06 ل 0.08 سكند. هلا لما يكون في عندنا كارديك هايبرتروفي، بالتالي الالكتريكال امبلس رح تنتقل عبر لونجر باث واي خلال الفنتريكلز لانه في عندنا هايبرتروفي، وهذا بيؤدي لانه تزيد الكيو ار اس كومبلكس تايم وتصير بين 0.09 ل 0.12. مثلا هون في حال الهايبرتروفي في الليفت فنتريكل، كنت لاحظوا انه غير الاكسس ديفيشن اللي حكينا عنه قبل شوي في عندنا برولونجيشن لكن مش كثير كبير بالكيو ار اس كومبلكس. السبب الثاني اللي ممكن يعملنا برولونجيشن هو بيركنجي سيستم بلوك، وحكينا عن ليفت ورايت بندل برانش بلوك. وسببه ايش؟ انه الالكتريكال امبلس رح تصير تنتقل عن طريق المصل وليس عن طريق البيركنجي سيستم، والانتقال عبر المصل سلور ابطا بيكون، ورح ياخذ عنا وقت اطول زي الفيجر هذا اللي هو ليفت بندل برانش بلوك. حكينا عنه انه في عنا برولونجيشن في الكيو ار اس كومبلكس. هلا هدول الفيجرز بتلاقوهم عندكم بكتاب جايتون فيسيولوجي، وراح ابعث لكم سلايدات من نسخه اقدم يمكن من النسخه اللي معكم، لكن نفس ترقيم الصور وبتقدروا